أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم صدورهم وما يعلنون وهو الله
ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا كل أمة شهيدا
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا ولا تنسى
صدق الله العظيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم هو Whoa!
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنفسكم.
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى لا إله إلا
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الإسلام. كنا خاشعين لله تعالى منصتين الآيات ربي تلاها علينا وعليكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمود جلال السنهوري عضو بنقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة يتيل بارو الصوتية معارض الفراشة الكبرى ركيبة جهزت من محلات ومخازن صاحب المتوكل على الله الحج عبد السلام محمود واولاده المقيم بقرية السوالي البحري التابعة لمركز ومدينة ايتاي البارو نيابة عن اسرة الفقيد الراحل. نشكر كل من قد جاءنا بالعزاء وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.